صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 63 لسنة 2023 بشأن تكليف المبعوث الخاص لشؤون المناخ بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للبيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تعهد إلى المبعوث الخاص لشؤون المناخ المهام الفنية والإدارية والمالية للرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد للمجلس.